متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية، نشرة الأسبوعية لهذا الأسبوع والتي عودناكم أن نبثها كل يوم سبت لنتكلم ونتحدث فيه عن طقس الأسبوع المقبل. هذا الأسبوع أهم ما يميزه هو عودة الأمطار الرعدية إلى مناطق جنوب غرب المملكة من جديد. نستعرض معكم توقعات طقس يوما بيوم، ونبدأها بتوقعات طقس يوم غد الأحد، حيث يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتهيأ الفرص لهطول بعض الأمطار الرعدية في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، في حين تسود أجواء عموما مستقرة في كافة المناطق مع استقرار الطقس بعدما أثر منخفض جوي عميق على شمال غرب المملكة ومدينة تبوك والأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية. تستقر الأجواء، ربما يكون هناك بعض الأتربة المثارة نتيجة الرياح الشمالية الغربية التي ستهب بعد رحيل هذا المنخفض الجوي بمشيئة الله تعالى. تكون درجات الحرارة عشرينية في أغلب مناطق المملكة، وتكون أجواء معتدلة للغاية في معظم هذه المناطق. انتقالا ليوم الاثنين، تسود أجواء مستقرة في كافة المناطق غالبا مشمسة، طقس هادئ بشكل عام في كافة مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى. درجات الحرارة في نهاية العشرينات في أغلب المناطق عدا مناطق جنوب غرب المملكة تسجل حوالي تقريبا 23 درجة مئوية. أما اعتبارا من يوم الثلاثاء فتعود هناك أجواء بالتغيير من جديد، وتعود الزخات الرعدية من الأمطار بعد انقطاع طويل جدا في جنوب غرب المملكة، حيث توقع هطول زخات رعدية من الأمطار في مرتفعات عسير وأبها في جنوب غرب المملكة. تنشط سرعة الرياح في مناطق قريبة من الرياض، تثير الأتربة والرمال، ويطرأ بعض الارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح في أوائل الثلاثينات في بعض مناطق مثل مدينة جدة على سبيل المثال، أو في المناطق الشمالية من المملكة. نهار يوم الأربعاء يتوقع أن تتهيأ فرص هطول الأمطار في العاصمة الرياض على شكل زخات رعدية بالإضافة إلى مدينة الدمام، وتبقى الأمطار الرعدية حاضرة في عموم مناطق جنوب غرب المملكة، قد تصل إلى مرتفعات مكة والطائف، وتبقى درجات الحرارة في المناطق الغربية من المملكة مرتفعة، كذلك الأمر في العاصمة الرياض، إنما تنخفض في المناطق الشمالية تصبح في أواسط العشرينيات مئوية. أما نهار يوم الخميس فتعاود الأجواء بالاستقرار إلى أنها ترتفع درجات الحرارة بشكل لافت في المناطق الوسطى، تصل في العاصمة إلى 33 درجة مئوية، تكون منخفضة للغاية في المناطق الشمالية من المملكة بسبب اقتراب منخفض جوي قوي على مناطق بلاد الشام يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في شمال المملكة، ولكن تكون الأجواء بوجه عام مستقرة ومشمسة إلا المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، حيث يتوقع أن تهطل زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات عصر يوم الخميس. أما يوم الجمعة فلا تغيير كبير على الأجواء عما كانت عليه الأجواء يوم الخميس، هناك زخات رعدية من الأمطار في جنوب غرب المملكة، رياح نشطة في المناطق الشمالية من المملكة مع انخفاض كبير على درجات الحرارة مقارنة بما عليه الأحوال المعتادة في هذا الوقت من العام، وتسود أجواء غالبا مشمسة في العاصمة الرياض ومنطقة ومدينة جدة، وترتفع في العاصمة الرياض إلى 32 درجة مئوية. هذا كان كل ما لدينا بما يخص طقس هذا الأسبوع. ندعوكم دائما لمتابعة النشرات الجوية الدورية الصادرة لدينا كون الأحوال الجوية تتغير لهذه الفترات. لا تنسوا بتفعيل زر الاشتراك على قناتنا على اليوتيوب، كما لا تنسوا تحميل تطبيقنا على الطقس العرب من المتاجر. شكرا جزيلا لكم، وأتمنى لكم أسبوع موفق. إلى اللقاء.